إخوتي الأحبة اللي موجودين معنا بهالكنيسة المباركة، وإخوتي اللي عم بتشوفونا عبر وسائل الإعلام بالعالم كله، تحية من الرب يسوع لإلكم جميعا بهالوقت المبارك اللي نحن مجتمعين فيه حتى نكون عم نتأمل بكلمة ربنا وربنا شو بده يقول. كلمة الله اليوم يلي عم تتوجه لإلنا حكي عنا الرب يسوع لما حكي عن مثل حبة القمح يلي انزرعت يلي كبها هيك المزارع، وحكي عن عدة أنواع من الأراضي يلي استقبلوا حبة القمح. قال في حبة القمح يلي وقعت بالأرض يلي هي أرض صخرية، أول ما طلعت حبة هالقمح هيدي ما كان في تحت منها تراب، مشان هيك ماتت، يبست وماتت. وحكي عن حبة القمح يلي وقعت بين الشوك، فأول ما طلعت نبت مع الشوك وهالشوك هيدا خنقها. وحكي عن حبة القمح يلي وقعت على حفة الطريق، ولما وقعت على حفة الطريق اجت طير السما وأكلها. وحكي عن حبة القمح يلي وقعت بالأرض الطيبة، ولما وقعت بالأرض الطيبة عطي الثمار. واليوم ربنا عم يحكي عن كلمته يلي كانت عم تنزرع بقلوب الناس، وعن طريقة استقبال هالكلمة هاي. بيقلنا أنه كان في ناس عم يقبلوا كلمة الله وعم بيأمنوا أنه يسوع المسيح هو الرب وهو المخلص، لكن كان في شيء يخوفهم. هالشيء اللي بخوفهم هيدا كان نظرة الناس وتطليعة الناس وتطليعة الفريسيين، مع أنه في قسم كبير منهم كان من الفريسيين يلي ارتدوا للدين المسيحي وسمعوا كلمة يسوع، لكن على طول كان في عندهم خوف. إذا نحن بدنا نعلن الإيمان تبعولنا بيسوع المسيح، نحن شو بده يصير فينا؟ كيف رح يتطلعوا فينا؟ على طول كان عندهم خوف من نظرة العالم، من نظرة الآخر، من نظرة الإنسان يلي بيشبههم. وعم ينسوا هالأشخاص هودي أنه نحن منشبه الله من اللحظة الأولى يلي ربنا خلقنا، ومن يلي ربنا أبدعنا، خلقنا على صورته وخلقنا على مثاله. فلما هالإنسان هيدا ببلش يترك صورة الله اللي موجودة فيه وببلش يتبع صورة العالم، هيك بده يصير بحياته. مشان هيك نحن بحياتنا اليومية في عنا صراع، والصراع يلي منعيشه هو بين عالمين. في عنا عالم الله يلي بشدنا لإله، وفي عنا عالم الأرض يلي بشد فينا نزول. وللأسف أنه بحياتنا عادة الإنسان بيروح للشغلات يلي بيقبض حقها دغري، وعالم الأرض بيقبضنا دغري، بس مش عارفين من بعد ما نقبض نحن دغري بيكون في عنا النتيجة يلي هي نتيجة وجع القلب ووجع الضمير ونتيجة الخوف، والخوف من المستقبل وشو بده يصير فينا. مشان هيك هالإنسان عم بيعيش هالصراع، وأهون شيء على الإنسان أنه يموت ضميره، الضمير يلي منسميه نحن الأنا العليا. الأنا العليا يعني أنا لما بعمل أي شغلة مش مزبوطة بحس أنه في حدا عم يحكيني، بحس أنه في صوت داخلي، هالصوت الداخلي يلي عم يحكيني عم بيقول لي أنت ليش عملت هيك؟ أنت التصرف يلي تصرفت فيه ما بيليق فيك أنت كإنسان، ما بيليق فيك أنت كإنساني. فإذا في وجع ضمير، هالوجع الضمير يلي منسميه نحن الأنا العليا هو صوت الله يلي عم يدخل بحياتي، وهو صوت الله يلي عم يدخل بحياة كل واحد منا. مشان هيك مرات كثيرة هالإنسان حتى يبطل يسمع صوت الله بيلغي، بيعمل له ديليت وبيقول إنه الله مش موجود. بيقول إنه الله مش موجود لأنه بالنسبة لإله الله هو إله الخوف، وبالنسبة لإله إنه الله هو الإله الديان، إنه الله هو الإله يلي
مدري شو بده يعمل فيي، ما عم يعرف يقرأ إنه الله بالكتاب المقدس بالعهد الجديد هو إله الرحمة، هو إله الحب، هو إله المسامحة، هو إله الغفران، هو الإله قد ما بيحبني أنا الإنسان تجسد أخذ طبيعتي البشرية وصار إنسان مثلي ودلني على الطريق وقال لي إنه أنا الطريق وأنا الحق وأنا الحياة، وحط في أشخاص بين بحياتي مثل أمي ومثل بيي يكونوا هني صوته بالمجتمع يلي أنا موجود فيه. مشان هيك المشكلة مشكلة الأشخاص الملحدين هني هي مشكلة خوف، وهي مشكلة عم يسمعوا صوت الله لكن سمعهم لصوت الله عم يخلق لهم نوع من خوف إنه أنا شو بده يصير فيي. وإذا منيجي منطلع نحن كلنا كليتنا في عنا خوف من المستقبل، في عنا خوف من البكرة. طيب بكرة إذا نحن فلينا شو بده يصير؟ إذا فلينا من هالدنيا وين بدنا نروح؟ وين بدنا نقعد؟ إنه بيي مات وطلع وفل من هون، وين بيي؟ وين موجود؟ بأي محل موجود؟ مش هيك؟ مش هيك نصير نفكر؟ الخوف من البكرة. مشان هيك أكبر نسبة مشاهدة هي مشاهدة المنجمين والمبصرين، الأشخاص يلي ببلشوا يخبرونا خبريات ومنبدأ ونحن منصدق إنه هالأشخاص هودي بيعرفوا أكثر منا، وما منعرف نحن نرجع للكتاب المقدس والكلام يلي قاله يسوع المسيح. الكلام اللي قاله يسوع المسيح هو واضح، أنا القيامة وأنا الحياة، ولما برتفع رح أجذب لإلي لعندي كل حدا. جن هيك نحن منضلنا خيفانين، راح على المطهر، شو يعني يا أبونا راح على المطهر؟ بده يتعذب بالمطهر؟ شو يعني المطهر؟ رح خبركم المطهر بكل بساطة، كل واحد منا بده يروح على المطهر، بس المطهر مش شي بخوف. رح خبركم أنا شو يعني المطهر بلغة كتير بسيطة. تعبتوا؟ لا؟ أوكي، إذا ما تعبتوا منخبر. فإذا المطهر اعتبروا واحد عم بيسوق السيارة، هو وعم بيسوق السيارة بيعمل أكسيدون، بيمرق قدامه شاب صبية بيضربه بالسيارة وبيموت هالشاب، صار في حادث، صار في خطية. لما صار في حادث بتجي الدولة وبتاخده لهالشاب يلي عمل الحادث يلي ضرب الشخص وقتله وبتحطه بالحبس. لما بتحطه بالحبس بيجوا أهله للشخص اللي مات وبيصير في اتفاق بين بعضهم وبيدفع جنيته، مش هيك منقول؟ بيدفع جنيته. من بعد ما يدفع جنيته ما بيطلع، بيبقى في شيء اسمه الحق العام، مزبوط؟ هيدا هو المطهر. المطهر هو الحق العام. يعني انتو لما بتجوا لعند الأبونا، أنا خاطي جيت لعند الأبونا قلت له يا أبونا أنا بدي اعترف، بركع قدام الأبونا وبقر بخطيتي، من بعد ما قر بخطيتي بدي ادفع، بدي ادفع حق خطيتي. شو بدفع حق خطيتي؟ بيقول لي الأبونا قول مرة أبانا مرة سلام بيت من المسبحة، أنا اتصالحت دفعت حق الخطية تبعيتي. بس من بعد ما دفعت حق الخطية تبعيتي بيبقى فيه الحق العام. الحق العام هو الوقت يلي أنا بدي أقضيه بحالة ترقب وبحالة شوق إنه أنا أتلاقى بالله. فإذا حالة الترقب وحالة الشوق هيدي هي المطهر. فإذا لا نار ولا قبولة ولا ما بعرف شو، نحن بحالة ترقب حتى نكون نحن عم ندخل مع الله ونتنعم برؤية وجه الله. مشان هيك الكنيسة هي ثلاث كنايس، هي الكنيسة على الأرض يلي نحن منسميها الكنيسة المجاهدة، نحن كل يوم بحالة جهاد مستمر. والكنيسة الثانية منسميها بالمطهر هي الكنيسة المعذبة، والكنيسة الثالثة يلي موجودة بالسماء يلي اسمها الكنيسة الممجدة. هالثلاث كنايس مع بعضهم هني بحالة علاقة، مش بتنتهي أنا حياتي لما بفل من هالدنيا وخلاص. ما أنا فليت من كنيسة لكنيسة، فليت من بيت لبيت. يعني أنا إذا موجود هون بتجوا لعندي هودي الأشخاص هلأ قالوا لي يا أبونا صلي لنا لموتانا، في أشخاص عم نصلي لهم بعضهم طيبين
صلي لي يا أبونا، أنا في عندي نية، أنا في عندي نذر، أنا عم صلي لهم. وفي أشخاص راحوا من هالدنيا، هالأشخاص اللي راحوا من هالدنيا إذا كانوا بالمطهر نحن منكون عم نصلي لهم حتى ربنا يخفف العذاب. ولما بقول العذاب برجع بقول مش نار، العذاب يعني هي عذاب البعد عن رؤية وجه الله. يعني هل قدي أنا مشتاق إنه أنت صار لك 30 سنة مش شايف أختك، أختك بأمريكا، واصل أنت شايف أختك موجودة مقابلك وقدام منك في إزاز، مش عم تقدر إنك تقرب لعند أختك تشوف أختك يلي صار لك 30 سنة مش شايفها. فأنت كل حياتك هي شوق إنك تتلاقى مع الله، بس بعد في هالحاجة بهيدا يلي ما عم بخليك إنك توصل وتتنعم برؤية وجه ربنا. مشان هيك نحن الكنيسة الأرض المجاهدين نحن منكون عم نصلي لهالناس حتى ربنا يشيل هالضباب يلي ما عم بيخليهم يشوفوا وجه ربنا وجه الله. مشان هيك مربورس بيقول هونيك ما بقى في عذاب، هونيك ما بقى في ألم، هونيك في فرح دايم، لأنه نحن عم نتنعم برؤية وجه الله. فإذا السعادة يلي نحن منكون عم نتوق لها وكليتنا نتمنى أنه نشوفها هي هاللحظة يلي نحن منعيشها مع الله، لحظة الفرح، لحظة السعادة الأبدية يلي كليتنا مدعوين أنه نكون عم نعيشها. هيدا هو التعليم يلي عم بيقوله يسوع المسيح، هيدا هو التعليم يلي ما كان يخوف بعض الناس، كان يخوف بعض الناس. مشان هيك اليوم الكنيسة بتعلمنا والكنيسة تدعينا كلنا سوا أنه نختار. ولا مرة الكنيسة ولا مرة يسوع قالنا بغصب عنك بدك تلحقني، أنت حر. إجا لعنده الشاب الغني نظر إليه وأحبه، حبه. يعني أحمد شوقي بيقول نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، ما هو دي أخذهم من يسوع. يسوع طلع فيه لهالشاب الغني قالنا نظر إليه وأحبه، نظرة فابتسامة ضحك له، فابتسامة فسلام سلم عليه، شو بدي أعمل تأورة الحياة الأبدية. فكلام حكي هو وياه يسوع بدك تعمل واحد اثنين ثلاثة، فموعد فلقاء، إنما اللقاء ما تم. ليش؟ لأنه كان ذا مال كثير، كان معلق بمجد الأرض وبسعادة الأرض، كان عم يقبض كاش من الأرض، ما كان مستعد إنه هو يقبض بعدين من يسوع المسيح. مشان هيك مضى حزينا لأنه كان ذا مال كثير. مشان هيك إخوتي الأحبة نحن مدعوين إنه نختار بحياتنا وين بدنا نمشي، نحن أي نوع من الأرض بدنا نكون. بدنا نكون الأرض الطيبة يلي بتعطي ثمار، أو نحن بدنا نكون الأرض يلي يا أما خنق الشوك، يا أما كانت على الصخر، يا أما أكلها طيور السماء. إن شاء الله الرب يسوع يكون عم بينور حياة كل واحد منا وعقل كل واحد منا حتى نمشي على طريقه وعلى دربه. إلو المجد للأبد. آمين. نؤمن.